بعد كده الإشعاع الكهرومغناطيسي الناتج عن تناقص سرعة الإلكترون، ده بنسميها أشعة سينية، أشعة سينية لطيف مستمر، أو بنسميها بأشعة لينة، أو بتسمى بأشعة الكابحة أو الفرملة. ليه؟ لأن الإلكترون لما تتناقص سرعته هذا يحصل نقص في الطاقة الحركية والطاقة اللي تفنى، لكن هذا الجزء يتحول إلى أشعة ثانية. ولكن إذا استطاع أنه يحرر إلكترون داخلي. تكملة السؤال: اذكر تطبيقا واحدا. طبعا الحس الذاتي، مصباح الفلورسنت، لأن الطاقة المغناطيسية تعمل في تأين هذا المصباح. الحس المتبادل هو المحول الكهربي، تتذكر المحول الكهربي ملف ابتدائي وملف ثانوي، يبقى ده متبادل بين ملفين لو انت متذكر. اذا كانت اشارة في قاعدة الترانزستور، قاعدة، يبقى نسميه ده الاي بي، تيار القاعدة. وايه اللي عارفك تيار؟ لانه امبير، يبقى ده 100 في 10 اس سالب 6، 6 ليه؟ لانها مايكرو. ومطلوب ان يكون تيار المجمع، يبقى ده الاي سي، طبعا نضرب في 10 سالب 3 لانها ملي. احسب بيتا، بيتا بتساوي ايه؟ معامل تكبير، بتساوي تيار الناتج اللي هو التيار المجمع على التيار الداخل اللي هو تيار القاعدة. اذا البي بتساوي تيار القاعدة 5 ملي، يعني 5 × 10 اس سالب 3، وده 100 × 10 اس سالب 6، هيطلع لنا 5000. طبعا 3 اصفار اللي يطلع من دول، وتحت 100 زي ما هي، يبقى 0 × 0 يبقى 50 مرة. 50 مرة. تعال نشوف معامل التكبير، ليه طريقتين. ممكن نجيب من القانون ده بيتا، بيتا بي بتساوي الفا على 1 ناقص الفا، دي طريقة. ده يبقى معلوم عندنا 50، يبقى ده 50 على 1 يساوي الفا على 1 ناقص الفا، معادلة زي ما بيقولوا 1 طرفين فاصل نطلع الناتج. او الطريقة التانية، بما ان التكبير بيساوي اي سي على اي بي، او نقدر نقول ان الاي اي هتساوي الاي بي زائد الاي سي. الاي سي معلوم والاي بي معلوم، نقدر نجيب مين؟ الاي اي. ثم نحسب البيتا بيساوي الاي سي على الاي بي، دي طريقة حل ايه اخر. طيب ملف حلزوني، ملف حلزوني ده الطول بتاعه ال، بس نضربه في 10 اس سالب كام؟ 2 لانها بالسنتي. عاد لفاته ده ان، نص قطره ار، نص قطره نجيب منه الاي، الاي باي ار تربيع، بس ده نضربها في 10 اس سالب 2 القيمة دي لانها بالسنتي. احسب معامل الحس. طبعا معامل الحس القوم بتاعه ال بتساوي ميو في ان في اي، طبعا ده تربيع على ال، كله موجود، الميو موجودة والان موجودة والاي موجودة والال موجبنا الال. طيب المطلوب التاني تعود مباشر، يعني يساوي بهذا الشكل. لو جينا نعوض، الميو بكام؟ باربعة باي في 10 سالب 7. الان بكام؟ بتمنمية، بس 800 تربيع. الاي نفتح قوس كده، هنقول باي في 5 × 10 ÷ 2 دولت، دول اللي تربيع بس كده، دول نقطة تربيع على ال 10 سنتي، يعني 10 × 10 سالب 2، وإلى الحاسبة نطلع الناتج. طيب كثافة الفيض المغناطيسي بداخله، معروف الكثافة بي بتساوي بنلف لولبي، يبقى على طول ميو في ان في اي على ال، كله معلوم. اذا البي بتساوي الميو 4 باي في 10 سالب 7، الان ب800، الاي موجود عندنا 2 امبير في 2 على ال 10 سنتي في 10 سالب 2، والال حسب نطلع الناتج بالتسلا.
السؤال الرابع هنا، القاعدة التي يمكن باستخدامها تحديد المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار مستقيم. كلنا عارفينها، قاعدة أمبير اليد اليمنى، بس ممكن نعكس قاعدة فليمنج لليد اليمنى لأنها بتحدد التيار. لو عرفنا اتجاه التيار هنقدر نحدد المجال، هنقدر نحدد المجال، لأن اتجاه التيار عمودي على اتجاه المجال وعمودي على اتجاه الحركة. فلو طبقنا نقدر نعرف اتجاه المجال. هو طبعا السؤال ده فيه خدعة، لأن احنا عارفين ان تحديد اتجاه المجال لسلك مستقيم قاعدة أمبير اليد اليمنى. فحتى لما نيجي نقول هنا السؤال ده ما يختارش الفيلم اليسرى، لان دي بتحدد القوة. البريمة لليد اليمنى، طبعا البريمة لليد اليمنى ده تحديد المجال الملف دائري. لو جينا بعد كده في دائرة مقابلة، إذا كانت ده كله بيساوي بعض، يعني ده بيساوي ده بيساوي ده بيساوي ده، بس لما نيجي نبسط الدائرة هتبقى المكثف الساعة الكلية على التوازي يبقى 2C، 2XC، 2XC، وده هي لما نوصلها على التوازي هتبقى XL على 2، يعني ودي R تمام. يبقى معنى ذلك ان المفاعلة هتكون مفاعلة ايه؟ ساعوية، لان لما نيجي نطبق القانون زد بتساوي R تربيع زائد XL ناقص XC الكل تربيع. هنلاحظ ان ديت نص، ديت نص، لو عوضنا عنها بنص X ودي 2 يبقى الناتج 1.5 بنربعها، بيبقى القيمة بتميل الى السعوية بالشكل ده. في جزء، في الجزء الدائرة الموضح ده فكرتها جميلة وسهلة. لما يكون ده 20 فولت، فرق الجهد 20 فولت، نقدر نجيب التيار. يبقى الاي هنا بتساوي ايه؟ في على الار، يعني 20 على 10 يطلع الناتج 2 امبير. خلاص، لما يكون المقاومة يبقى ده اصبح 20 اوم، الفرع العلوي، الفرع العلوي 20 اوم، الفرع السفلي 10 اوم، 10 اوم تمام. اذا كان التيار ده هو بيمر فيه 2 امبير، لان التيار ثابت، يبقى يمر هنا كام؟ 4 امبير. يبقى الاتنين يتلاقوا مع بعض حسب كرشوف الاول، مجموع تيارات الدخل يساوي الخارج، يبقى داخل 2 داخل 4، يبقى الاختيار الصح 6. طيب في البوابات التي تعطي خارج هاي، يعني نقصد خارج هاي يعني خارج واحد، ويكون الأحد الدخلين صفر اللي هو منخفض. طيب لو خدنا ديت 1 و0، أحد الدخلين صفر، يبقى الناتج صفر، يبقى الخارج واحد. طيب نشوف اللي بعده، لو ده 1 و0 يبقى الناتج 1، يبقى هنا صفر، يبقى ده مينفعش دي. طيب لو خدنا ديت 1 و0، دي صفر بقت 1، ده واحد بقت صفر، ده صفر بقت 1، الناتج صفر. يبقى دي ما تنفعش، دي ما تنفعش، يبقى الإجابة الصح دي. بقول بكون أحد الدخلين صفر، يبقى 1 0 1 0 1 0، 1 0 هنا يطلع صفر، عكس الصفر 1، يبقى دي أكبر قيمة. لكن ده 1 و0 بواحد، عكس الواحد صفر، واحد وواحد عكسها صفر، والصفر عكسها واحد، والناتج صفر، يبقى الإجابة الصح. تعال نشوف السؤال، تكملة السؤال. سلكين متوازيين يمر بكل منهما تيار، عدد العوامل، كلمة العوامل تكتب القانون، بما أن F هتساوي بل مثلا، أنت ناسي القانون، F F بتساوي بل بي اي ال، والساين ب90، هنعتبر واحد منهم ينشأ عنه مجال، يبقى الاف بتساوي الاي تو زي ما هي والال زي ما هي، هنشيل ونحط مكانها 2 ميو في اي 1 على 2 باي دي،
من هنا اقدر اجيب العوامل. ده ثابت، ده ثابت، يبقى ممكن نقول احد، ممكن احد التيارين الطول المتقابل المسافة بينهم. يمكن تقول شدة كل من الطيارين اتنين المسافة بينهم. طبعا احنا عارفين البسط طردي والمقام هيكون عكسي. يبقى متى تكون تجاذب؟ احنا عارفين لما يكون الطيارين في نفس الاتجاه تجاذب. ليه تجاذب؟ لان لما نيجي نطبق قاعدة الامبير اليمنى، هنبقى هنا اكس وهنا دوت، يبقى تخترق الورقة الداخل تخرج، تخترق الورقة الداخل تخرج، فاصبح محصلة المجال بينهما اقل، محصلة اقل، فيحصل التجاذب. اما التنافر اذا كانوا الطيارين متعاكسين ونطبق قاعدة الامبير اليمنى هنا، يبقى هنا نقطة واكس، فيبقى المجال بينهما اكبر، محصلة المجال بينهما اكبر، فيبقى المجال اكبر فيحصل ايه؟ التنافر. يبقى هنا تنافر اذا تجاذب كانوا في نفس اتجاه متعاكسين كده. قال هنا لي طبعا ده وحدة قياس مع المحس الزائد. احنا عارفين الكتروماتيك فورس بتساوي سالب ال دلتا اي على دلتا تي. هنفترض احنا ناسيين طرفين في وسطين، دي بالفولت ودي بايه؟ بالثانية، ودي امبير. فنقول فولت في ثانية على امبير، فولت في ثانية على امبير. اما الفراد من القانون، احنا عارفين سي بتساوي، تعرف الساعة هي كمية الكهربية تغير الجهد، يبقى فراد او كولوم على الفولت. نكتب القانون، نحاول نطلع دي بالفراد تكافئ كولوم. تعال نشوف المنحنى ديت، اكتب المين. اول ما تلاقي دهيات على طول بتفتكر القانون بتاع الكتروماتيك فورس بتساوي سالب ال في دلتا اي على دلتا تي. طبعا بنشيل اللي موجود على المنحنى، نشيل ديت هي دي ونشيل ديت هي دي، يبقى الميل بيساوي، يبقى الاسلوب بيساوي معامل الحس الذاتي. ممكن طب ما نقولش ليه حس متبادل، ممكن تمشي حس متبادل، بس اقول لك لملف. لكن لو قال لي ملفين هنكتبها ام والاشاره السالبه الاتجاه وليس الموضوع. تعال نشوف اللي بعدها. هنا قيمة الفعالة، نكتب القيمة بتاع القيمة الفعالة. القيمة الفعالة I effect تساوي I max في ساين 45. طيب لما نيجي نشوفها هنا هنشيل ال I effect، هنشيل ال I max، يبقى الميل بيساوي ايه؟ السلوب، السلوب بيساوي بيساوي ساين 45 زي ما تطلع بالحسبة. تعال نشوف السؤال اللي بعده. مسألة جميلة جدا، أول ما تسمع فولت يعني فرق الجهد، يبقى الفي والقدرة عن البي دبليو. طبعا ديت خاصة بالمين؟ بالجهاز، يبقى الثانوي. يبقى لما نكتب معطيات يبقى الثانوي معروف جهده الفي لفي اس بيساوي كام؟ بيساوي 120. نقدر نجيب التيار اي اس برضو، بنقسم ديت على، لان عارفين البي دبليو بيساوي الاي في الفي. طب نجيب الاي ازاي؟ نقسم، يبقى اذا الاي اس هتساوي البي دبليو على الفي، يعني بتساوي 2000 على 120. طيب تعال ابتدائي. قال لك ان يراد تشغيله على منبع. كلمة منبع يعني ال في بي المصدر الابتدائي، يبقى 220، يبقى من اللي مجهول عندنا ال اي بي مجهول، لانه احسب شدة التيار في بي مجهول. بما ان الكفاءة، كفاءة بتساوي اي في في على اي في في، بس طبعا مادام تيار يبقى الثانوي الثانوي على ابتدائي ابتدائي. الكفاءة كام؟ 80% يعني 80 على 100 هتساوي الـ IS بكام؟ الـ IS بـ 2000 على 120، الـ IS اللي هي قيمتها دي. طب الـ VS 120،
120 الاي ال في اس. طيب الاي بي، الاي بي مجهول، اي بي مجهول، اي بي خلاص ظهر كده مجهول. الفي بي، الفي بي 220 طرفين في وسطين. عشان نخلي المجهول في طرف يبقى كل اللي مجهول هو اي بي، كل اللي مع المجهول تحت. مين اللي مع المجهول؟ ده مع لان طرفين في وسطين، يبقى ده مع المجهول 80 تحت، ال120 تحت، ال220 تحت، ال220 تحت. اما اللي فوق اللي هي طرفين في وسطين، المية ديت في ال2000 في ال120، يكون 120 مع 120 ونختصر ويطلع الناتج كده. طب اتاكد ان احنا صح. هو محول خافض، ليه خافض؟ لان جهد الثانوي اقل من جهد الابتدائي، محول خافض، فيبقى التيار الناتج الاي بي اكبر، لازم يطلع ده اكبر من التيار اللي طلعناه هنا الاي سي. السؤال الخامس، سؤال جميل، عند دراسة التيار الكهرومغناطيسي. طبعا سؤال ده ظريف جدا. احنا عارفين ايه سبب التحرر، ان يكون التردد اكبر من دالة الشغل او تردد الحركة. تسليط مصدر ضوئي على لفترة زمنية طويلة، هو السؤال بيقول لك ايه؟ عايزين اللي يزيد من قراءة المليمتر، يعني من عدد الالكترونات، عايزين نزيد عدد الالكترونات، لان التيار هو عدد الالكترونات، يزيد من عدد الالكترونات. طب امتى نزيد من عدد الالكترونات؟ هل عند تسليط المصدر الضوئي على الخلية لفترة زمنية طويلة؟ طبعا المصدر الضوئي يساوي التردد الحركي، يعني يحرر فقط، يبقى الإجابة غلط. يعني يحرر الإجابة سبب، لأن هذا التردد الحركي يحرر فقط، يحرر فقط دون إكسابه، دون إكسابه طاقة حركية. طيب تعال نشوف اللي بعده، تقريب المصدر لا يؤثر، لا يؤثر برضه غلط، لا يزيد، لا يزيد يعني لا يزيد. ليه؟ لأن برضه تردد حرك، يا دوبك يحرر فقط دون إكسابه طاقة حركية. طيب السؤال اللي بعده، استبدال المصدر السابق بمصدر آخر شدته أكبر وتردده أقل لا يحرر، لأن تردده أقل ولا يمر طيار ولا يزيد. السؤال اللي بعده، استبدال المصدر ده بمصدر آخر له نفس الشدة وتردد أكبر. ده اللي صح، لأن احنا قلنا له نفس الشدة، احنا هيحرر، هيحرر والباقي يكسبه طاقة حركية، إذن تزيد قراءة المليمتر. ماذا يحدث كلما يأتي؟ زاوية التطور، احنا عارفين ان زاوية التطور تان سيتا بتساوي اكس ال على ار. طيب ما عندنا الاكس ال بتساوي 2 باي اف ال، زيادة عدد لفات يزيد الاكس ال. طيب يبقى زاد ديت، اذن تزيد زاوية التطور، لان البسط هيزيد عن المقام. الطول الموجي للأشعة السينية المميزة عند استبدال ذرة على ذرة أكبر، يزيد التردد، يزيد تردد الأشعة السينية ويقل طولها الموجي. ليه؟ لأن فرق الطاقة بين E2 وE1 يزيد، فتزيد الإيو تقل الدبليو. علل، في الميكروسكوب الإلكتروني يستخدم فرق جهد عالي، لان احنا عارفين فرق الجهد اي في بتساوي نص ام في تربيع، اذا هيزيد فرق الجهد يزيد السرعه. طب ايه يعني يزيد السرعه؟ طب ما هو مبدا دي برولي، لمدة بتساوي اتش على ام في، اذا زاد ال في تقل طول الموجي، وكلما قل الطول الموجي عن تفاصيل الجسم، اذا يمكن رؤيه الفيروسات، لان لازم يقل طول الموجي عن طول التفاصيل الجسم. في دائرة ال سي لا تستهلك طاقة، كلمة دي ملف
مكثف، دي اسمها دائرة ال R ال ال R ال C. طبعا احنا عارفين ده بيخزن الطاقة في شكل مجال مغناطيسي، ده بيخزن الطاقة في شكل مجال كهربي، لكن ده بيفقد في شكل حرارة، يفقد في شكل طاقة حرارية. إذن لا تستهلك إلا عن طريق المقاومة الأمية. لما نيجي نشوف عدد لفات، احنا عارفين قوة الدفع الكهربية هتساوي N في دلتا فاي M على دلتا T، ونعوض تعويض مباشر مفيش في مشاكل. هنا عدد اللفات 100، التغير زاد للضعف، يعني تروح من بعض يطلع نفس الناتج 2/10، والزمن 1/100، دي راحت مع الفاصلة مع الفاصلة يطلع الناتج 200 فولت. طيب هنا في الحالة ديت لا يمكن، احنا عارفين ال V بتساوي الجذر التربيعي، لا يمكن جمع الجهود لاختلاف التطور. هنا R تبقى ال V R تربيع زائد V L ناقص ال V C الكل تربيع. إذن ال V بتساوي R تربيع ب900 زائد ديت 40 ناقص 60 يبقى 40 تربيع، يبقى 1600، يبقى الناتج يبقى ال V بتساوي 50. طبعا 2500 جذر 2500 كده، إذن ال V هتساوي 50 فولت. رسم المتجهات، طبعا ال V L كبيرة هنعبر عنها كده، ال V C ده ال V L، ال V L وده ال V C، بتبقى طبعا دي تقريبا 6 سنتي وديت 2 سنتي بالشكل ده، ودي 3 سنتي مثلا في ار، تبقى المحصلة بالشكل ده، بس الفي سي بالشكل ده.